أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثيرا كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين
والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها قَالُوا